بشار الأسد مجرم جزار قتل الشعب السوري بالبراميل المتفجرة يعني. وهو طبعا عقيلة صالح ذهب من ضمن الأنكى والأشد من ضمن وفد برلماني عربي. صحيح. هذا الرجل لا يمكن لأي إنسان يملك ذرة شرف وكرامة أنه هو يتعامل معه. هذا الرجل بصراحة يعني فاق كل الدكتاتوريات السابقة في في في. أنا من المحزن المبكي يقول أن الأخوة السوريين في المناطق المحررة لما حدث الزلزال أنهم كانت عندهم خبرة في إخراج ما تحت الزلزال بحكم أنهم كانوا يتعرضوا للبراميل المتفجرة. بالنسبة لرأي ورأي الغالب من الشعب الليبي ورأي مجلس الدولة ورأي أن هذا النظام هو نظام مجرم لا يمكن أبدا التعامل معه تحت أي مبدأ وتحت أي طائل وتحت أي عرف. ويعني هو فعل ما فعل هتلر وموسوليني يعني. أمان. بلسان من كان يتحدث عقيلة صالح عندما قال نحن الليبيون؟ بلسانه هو. لسان عقيلة صالح. لسان عقيلة صالح. ألا يعبر عن الليبيين بوصفه؟ أبدا. نتبرأ إلى الله من هذا القول. نتبرأ إلى الله من هذا القول. نحن يعلم الله أننا مع إخواننا السوريين ويعلم الله أننا لم نرضى في إخواننا السوريين ما فعله هذا المجرم. 10 سنوات من بعد الثورة و11 سنة والشعب السوري يعاني في الويلات. فهذا من الليبي يشكره ويقول فيه كلمة خير.